مرحبا بكم في هذه الحصة من حصص مادة النشاط العلمي. في هذا الفيديو سنقوم بإنجاز وتصحيح التمارين الخاصة بتقويم الوحدة الخامسة. طبعا خلال هذه الوحدة تعرفنا على بعض الأمراض وكيفية الوقاية منها، وأيضا تحدثنا في موضوع البيئة. إذن هذه هي المواضيع التي تم التطرق إليها في الوحدة الخامسة. هذه الحصة هي حصة التقويم، تقويم المكتسبات، بمعنى معرفة مدى تمكننا من الدروس التي قمنا بإنجازها. إذن سنقوم الآن بقراءة الأسئلة وبعدها نقوم باختيار الإجابات الصحيحة. إذن السؤال الأول، أختار الجواب الصحيح بوضع علامتي فيه في المربع. المرض هو، هل هو حالة جسمية صحية أم حالة غير طبيعية تؤثر على جسم الإنسان أم حالة الإحساس بالجوع؟ في نظركم ما هو الجواب الصحيح من بين الاقتراحات الثلاث الموجودة هنا؟ الجواب الصحيح هو حالة غير طبيعية تؤثر على جسم الإنسان. إذا نضع هنا العلامة. جيد، نقرأ السؤال الثاني. ينتقل المرض المعدي بواسطة الهواء، بواسطة الدخان أم بواسطة الحرارة؟ ما هو الجواب الصحيح هنا؟ كيف ينتقل المرض المعدي؟ نعم جيد، ينتقل عبر الهواء. نمر السؤال الثالث. الوقاية هي العلاج من المرض المعدي أم انتقال المرض من شخص إلى آخر أم الحماية من المرض المعدي؟ ما هي الوقاية؟ طبعا الوقاية هي حماية من المرض المعدي. والآن السؤال رقم أربعة. طرق الوقاية من الأمراض هي، ما هي طرق الوقاية؟ ما يجب أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى؟ هذا الاختيار الأول. ما يجب أن ألبسه وأنا مريض؟ والاقتراح الأخير، ما يجب أن آكله وأنا مريض؟ كيف أقي نفسي من الأمراض؟ طبعا كل ما يجب أن أقوم به كي لا أصاب بالعدوى. أفضل طريقة هي أن لا أصاب بالعدوى. طبعا أفضل طرق الوقاية هي ما يجب أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى. السؤال الخامس. تتكون البيئة من العناصر غير الحية فقط، الكائنات الحية فقط، كائنات حية وعناصر غير حية معا. إذن مما تتكون البيئة؟ تتكون من عناصر حية وعناصر غير حية. إذن هذا كل شيء. نمر الآن إلى دعم التعلمات في الحصة الثانية. نعم هنا. حصة الدعم والتقوية. طبعا جميع الأسئلة التي سنقوم بإنجازها هي قمنا بدراستها في الحصص الماضية. يمكنكم الرجوع إلى فيديوهات خاصة بالوحدة الخامسة. إذن هنا السؤال الأول. أحيط بخط مغلق الأمراض المعدية، مرض السعال الديكي، مرض الكلي، مرض الكوليرا، مرض السرطان، مرض التهاب السحايا، ومرض السكري. من بين الأمراض المعدية بمعنى التي تنتقل من شخص مريض إلى شخص سليم، أقوم بإحاطتها بخط مغلق. إذن بالنسبة لمرض السعال الديكي فهو مرض معدي، سنقوم بإحاطته. يمكن استعمال أي لون تريدون أو قلم رصاص. مرض السعال الديكي هو مرض شديد العدوى،
أو ينتقل بسرعة كبيرة. مرض الكلي ليس مرضا معديا، مرض الكوليرا كذلك هو مرض معدي مثله مثل مرض السعال الديكي. مرض السرطان ليس معديا. بالنسبة لمرض التهاب السحايا فإنه مرض معدي ينتقل عبر الفيروسات. ومرض السكري ليس مرضا معديا. إذا هذه الأمراض الثلاثة هي أمراض معدية، والأمراض الثلاثة الأخرى هي أمراض غير معدية، بمعنى لا تنتقل من شخص إلى آخر. نمر الآن إلى السؤال الثاني. أشطب الكريمة الخاطئة، الأعراض والعلامات التي تدل على المرض هي التنفس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الفرح، الألم، العطاس، بثور فوق الجسم. إذا بين هذه الأعراض والعلامات سأشطب الكلمة الخطأ، بمعنى الكلمة التي لا تدل على أعراض المرض. التنفس ليس له علاقة بأعراض المرض، بل التنفس هو عملية يومية ضرورية للحياة. إذا سنقوم بشطب هذه الكلمة لأنها ليست من الأعراض التي تدل على المرض. ارتفاع درجة الحرارة طبعا هو من بين علامات التي تدل على المرض. الفرح ليس علامة تدل على المرض. إذا سنقوم بشطب هذه الكلمة. الألم هو من بين علامات التي تدل على المرض. إذا كان لدينا ألم وكنا نحس بألم في جسمنا فإننا ربما نعاني من مرض في ذلك الجزء من الجسم. العطاس كذلك من بين العلامات التي تدل على المرض. وبثور فوق الجسم كذلك هو علامة من علامات التي تدل على المرض. إذن هذه هي العلامات التي تدل على المرض. التنفس والفرح لا علاقة له بأعراض المرض. السؤال الثالث. أختار الأفضل لصحتي بتأطير ما يناسب. سأقوم بنفس العملية التي قمت بها في السؤال الأول. هنا أختار الأفضل لصحتي بتأطير ما يناسب. إذا ما هو الشيء الذي يجب أن أقوم به من أجل أن تكون صحتي جيدة؟ التغذية المتوازنة طبعا شيء مفضل للصحة. شرب الماء كثيرا. نعم طبعا الماء منظف للجسم. التدخين ليس جيدا للصحة، بل يجب الابتعاد عن رائحة السجائر بصفة عامة. السهر من بين الأشياء التي يجب تجنبها كذلك، بل يجب أخذ الوقت الكافي من النوم، النوم باكرا والاستيقاظ باكرا. الرياضة طبعا أفضل شيء يمكن أن نقوم به من أجل صحتنا. إذا هذه هي الأشياء التي يجب القيام بها. التغذية المتوازنة، شرب الماء، الرياضة، ويجب الابتعاد عن التدخين والسهر. نمر الآن للسؤال الموالي، سؤال رقم 4. أشطب السلوكيات التي تعتبر سلبية، أنظف أسناني، طبعا هذا السلوك إيجابي وليس سلبي، أمارس الرياضة العنيفة. يجب الابتعاد عن الرياضات العنيفة لأنها تؤثر على صحة الإنسان. أرمي القمامة في مكانها، طبعا هذا سلوك جيد. أتلف أعشاش العصافير، لا يجب إتلاف أعشاش العصافير لأنها كائنات حية ومن حقها أن تعيش كما يعيش الإنسان والنبات. إذا لا يجب إتلاف أعشاش العصافير. وحافظ على ممتلكات الغير طبعا، لأن ممتلكات الغير تعتبر مثل ممتلكاتنا. كما نحب أن تحفظ ممتلكاتنا يجب أن نحفظ ممتلكات الغير. إذا نمر الآن إلى السؤال الخامس. أتم بما يناسب
البيئة هي الوسط. طبعا قمنا بكتابة هذا التعريف في الدرس الخاص بالبيئة، وقلنا بأن البيئة هي الوسط الذي يحيط بالكائنات الحية. إذا النقطة الثانية، يؤثر التلوث على، طبعا يؤثر على صحة الإنسان وصحة الكائنات الحية. التلوث يؤثر بشكل سلبي طبعا على صحة الكائنات الحية، سواء كان هذا الكائن الحي إنسانا أو حيوانا أو نباتا. نمر للسؤال رقم 6، أعين الجواب الصحيح بوضع علامتي في المربع. إذا هو من بين الاقتراحات التالية سنختار الجواب الصحيح ونضع علامة في المربع. إذا ألف، التشجير سلوك سلبي، بالعكس بل هو سلوك إيجابي ويجب القيام به. التشجير هو عملية مفيدة جدا للبيئة. استعمال الطاقة الشمسية سلوك إيجابي، طبعا الطاقة الشمسية تسمى أيضا طاقة نظيفة وهي سلوك إيجابي. نضع علامة هنا. تلويث البحار بالنفايات سلوك سلبي. طبعا التلويث بصفة عامة فهو سلوك سلبي، إذا نضع هذه العلامة هنا لأن هذا الجواب صحيح. رمي الأزبال في الشاطئ سلوك إيجابي، خطأ، بل رمي الأزبال في الشاطئ هو سلوك سلبي. إذا هذه هي العبارات الصحيحة، والتي هي استعمال الطاقة الشمسية سلوك إيجابي، جواب صحيح. تلويث البحار بالنفايات سلوك سلبي، إذا هنا علامة الجواب الصحيح. الآن سنمر إلى الصفحة الموالية، الصفحة رقم 75، وبنفس الطريقة سنقوم بالإجابة عن الأسئلة. نقرأ السؤال الأول، أصيب طفل بجرح غائر في ساقه أثناء مباراة في كرة القدم، وبعد أيام تعفن الجرح وتورم وارتفعت درجة حرارة جسم الطفل، اذكر لماذا تعفن الجرح؟ في نظركم لماذا تعفن جرح هذا الطفل بعد أيام من تعفن الجرح؟ أول شيء يجب القيام به عند إصابة بجرح، يجب تعقيم الجرح وتطهيره، وهذا الطفل لم يقم بتطهير الجرح ولم يقم بتعقيم هذا الجرح. إذن هذا هو السبب الذي أدى إلى تعفن الجرح. إذن أكتب هنا، أذكر لماذا تعفن الجرح. تعفن الجرح لأنه لم ينظف ولم يعقم، لأن الجرح لم ينظف ولم يعقم. ب، أذكر بعض الخطوات التي تساعد على عدم تعفن الجرح. أول شيء يجب القيام به في حالة إصابة بجرح غائر، وهو تنظيف الجرح، وبعدها يتم تعقيمه، وأيضا وضع الضمادة عليه. إذن هذه الخطوات التي يجب القيام بها، وهي 3 خطوات، تنظيف الجرح، تعقيمه، وآخر شيء يمكن القيام به هو وضع الضمادة عليه. السؤال الثاني، من بين أمراض الأطفال الخطيرة الكزاز، أبحث وأعرف هذا المرض. إذا سنقوم بالبحث عن مرض الكزاز، سنكتب بعض المعلومات عن هذا المرض هنا. طبعا هناك معلومات كثيرة حول هذا المرض، من بينها أن مرض الكزاز ينتج عن تلوث الجروح بالبكتيريا ويحدث تجنجا في العضلات. إذا هذه بعض المعلومات، يمكنكم كتابة معلومات أخرى حول هذا المرض في هذه الخانة الخاصة للتعريف بهذا المرض. إذا ما هي الوسيلة التي تحمي الأطفال من هذا المرض؟ هذا المرض يصيب خاصة الأطفال عند الولادة، وينتج عن تلوث السرة حين
نقوم بقطع الحبل السري وذلك بأدوات غير معقمة. إذن هذا المرض يصيب الأطفال. إذن ما هي الوسيلة التي تحمي الأطفال من هذا المرض؟ إذن الوسيلة الأفضل وسيلة التي تحمي الأطفال من هذا المرض هي، نعم، هي التلقيح. أمام السؤال الموالي، سؤال رقم 3، ألاحظ ما هو مكتوب على علبة منتوج غذائي. هذا المنتوج الغذائي يوجد به تاريخ، يستهلك حتى 18 جوان أو يونيو. إذا هذا التاريخ المكتوب هنا، أذكر قبل أي تاريخ يجب استعمال هذا المنتوج الغذائي، طبعا قبل هذا التاريخ الذي هو 18 يونيو. ب، أبين ما الذي يحدث لي إذا تناولت المنتوج دون احترام هذه المعلومة. طبعا في حالة عدم احترام المعلومة الخاصة بتاريخ الاستهلاك فإننا قدر الله ممكن أن يقع تسمم غذائي، لذلك يجب دائما مراقبة تاريخ الاستهلاك. نمر الآن للسؤال رقم 4، أذكر 3 مصادر رئيسية للتلوث المائي في الطبيعة. إذا سنذكر بعض ثلاث مصادر بالضبط رئيسية لتلوث الماء في الطبيعة. ما هي الأشياء التي تلوث الماء في الطبيعة؟ طبعا الأشياء التي تلوث الماء، هناك الأسمدة الكيماوية المستعملة في المصانع والمعامل، تسرب النفط، والنفط هو ملوث طبعا للمياه، وأيضا هناك المياه العادمة التي تلوث بدورها الماء في الطبيعة. إذن هذه 3 مصادر رئيسية لتلوث الماء في الطبيعة. أذكر بعض الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها للحد من تلوث الماء. إذا ما هي الأشياء التي يجب القيام بها من أجل حماية الماء والحد من تلوثه؟ طبعا نبدأ من نهاية هذا الجواب. المياه العادمة، هناك مجموعة من المحطات التي تقوم بمعالجتها. طبعا هنا يمكن أن نكتب معالجة المياه العادمة. وبالنسبة للنفط، يجب أيضا تجنب تسرب النفط لكي لا يلوث الماء. إذن تجنب تسرب النفط. وبالنسبة للأسمدة الكيماوية، من الأفضل استعمال الأسمدة الكيماوية العضوية لأنها لا تلوث الماء. إذن استعمال الأسمدة الكيماوية العضوية. إذن هذه هي بعض الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها للحد من تلوث الماء. نمر الآن للسؤال رقم 5، تبين المعطيات التالية الوقت الضروري لتحلل بعض المواد. الزجاج لا يتحلل، الورق من شهر إلى 6 أشهر، البلاستيك من 400 إلى 1000 سنة، الألمنيوم حوالي 1000 سنة. إذا ألف، أحلل هذه المعطيات وأذكر المادة التي تتحلل بسرعة. طبعا المادة التي تتحلل بسرعة هي الورق من شهر إلى 6 أشهر. أبين أثر هذه العناصر على البيئة. طبعا هذه العناصر خاصة الألمنيوم والبلاستيك تتحلل، تأخذ وقتا طويلا للتحلل، وبالتالي فإنها تضر البيئة. ما معنى تضر البيئة أو تلوث البيئة؟ معناها بأن هناك مجموعة من الظواهر الطبيعية التي ستعرفها الأرض، مثلا الجفاف، الجفاف بين آثار هذه العناصر على البيئة. أيضا الجفاف طبعا يؤدي إلى المجاعة، لأن قلة أو ندرة المياه تكون سببا مباشرا للمجاعة. إذا المجاعة من بين أثر هذه العناصر على البيئة. طبعا سنضيف هنا انتشار بعض الأمراض خاصة الأمراض الجلدية. يمكنكم أيضا إضافة الاحتباس الحراري. إذا نمر الآن إلى السؤال جيم، أذكر ما يجب علي فعله للمحافظة على بيئة سليمة. طبعا أول شيء يجب القيام به هو
العناية بالأشجار، لأن الأشجار تلعب دورا مهما في الحفاظ على البيئة. من بين الأشياء أيضا التي يجب القيام بها وضع الأزبال في المكان المخصص لها. هذا سلوك يجب أن نقوم به من أجل المحافظة على البيئة، إضافة إلى التشجير يعني غرس الأشجار وأيضا العناية بها. نضيف أيضا جملة ثالثة هنا. من بين الأشياء أيضا السلوكات التي يجب أن نقوم بها بشكل يومي هي تجنب استعمال البلاستيك، لأن البلاستيك كما هو مبين هنا يستغرق وقتا طويلا لكي يتحلل، وبالتالي فإنه مضر للبيئة، وللمحافظة على البيئة يجب تجنب استعماله. إذا هذا كل شيء بالنسبة للتمارين الخاصة بالتقويم والتوليف. أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.